إلى البحر هرب اللبنانيون، هربوا من الحر والنفايات والانقطاع المستمر للكهرباء. ما في كهرباء على البحر، عايشين اليوم لنا أكثر من 4-5 أيام كهرباء ما في. لو الأرجيلي على الكهرباء يعني عم الشعب اللبناني كله عم الانتفاضة. نقصنا بعد الشوبات كان بلبنان. المي ما بتحس بالشوب، سو لهيك قاعدين كل الوقت هون باوردين شوية هوا. Very good. بس شو ما فيك ما تنزلي على البحر وهيك تغيري شوية جو بتبوردي كمان فرد مرة. بس جيت أنت عالية الحرارة. بتنقي هلا البحور اللي ما فيها ريحة زبالة مان وخلص، وها هي يعني أكل. كتير شوب ومش محمول طقس أبدا، ونو كهرباء ولا شيء. احنا بنيجي من الضاحيه بس هونيك لا في كهرباء ولا شيء، صرنا 10 ايام ما في شيء، فعم نقضيها هون بال على البحر. موجه الحر التي يشهدها لبنان حاليا هي امر طبيعي في هذا الشهر من السنه، والشواطئ وعلى الرغم من هذه الموجه بدت شبه خاليه. فهل المشكله في الحر ام في تكاثر قناديل البحر؟ مشكله جديده امام اللبنانيين، والحل ليس عند احد.